إذا نأخذ أحمد من الجوف، تفضل يا أحمد. أحمد لو سمحت تقصر التلفزيون شوي، اسمعنا من الهاتف الله يحفظك يا أحمد. إن شاء الله إن شاء تفضل الله. يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يا أبي أسأل الشيخ يا طويل العمر. تفضل. أنا في عندي وش اسمها في عندي تكرم ويكرم السامعين حمارة مع طفل لها مع ولدها، سكرنا الباب عليها وثانينا نسينا ها يوم جينا انها متوفيه الحيوان هذا وبنته، هل اصوم هل ازكي هل يعني وش اعمل او وكذا؟ ايش السؤال؟ اقول عندنا حيوان حمار اي هو طفل او حمار ولد صغير اي، وسكرنا الباب وسافرنا ونسينا الحيوان هذه، يوم جينا وبعد ما ذكرت جينا لقيت الحمار وبنته متوفيات ميتين بالبيت، فهل اصوم هل مثلا واضح السؤال وش اعمل؟ لا ما عليك صيام، لكن عليك التوبة والاستغفار، لأنه لا يجوز حبس الحيوان مع عدم تأمين العلف له والشراب، لا يجوز هذا. فموت الحمار وموت طفل الحمار أيضا يكون عليكم إثم، عليكم بالاستغفار والتوبة ولا تعودون لمثل هذا. نعم.